Sen anlat Karadeniz. ممتاز، يعطيك العافية. وهلا اللي بقي من هدول التحاليل بس يخلصوا بتعطيهم لحي السكرتيره. وهذا المريض صار وضعه مستقر، هذا كل شيء. حتى لو كان مستقر لازم لانه بكره ما اوكي تمام، لازم يكون على الريق والبقايا ما في مشكله، ولا يهمك انا رح اخبر. شكرا. رح فوت اطمن عليها ابي. كيف وضعه؟ لساتها على حالها. جيت؟ بابا صارت الساعة 2:30 بالليل، شو اللي مسهرك لهلا؟ يلا قومنا. شو صاير معك حبيبي؟ اشتقت لها كثير لماما. أنا كمان اشتقت لها يا روحي. ما بحق لك تشتاق لها لأمي، يلا روح بدي نام. أهلين ييت. مرحبا عمو طاهر. كله منيح حبيبي؟ بدي أقول لك شغلة بس وعدني ما تقول لماما. إيه ولا يهمك، حدا منهم ضايقك؟ أنا كثير عم اشتاق لكم عمو طاهر، وبحس حالي بدي أبكي كل شوي. لما بيكونوا جنبي بعمل حالي مو زعلان. وبحاول ما أبكي. بس مو على طول بقدر أعمل هيك، أحياناً ببكي. ييت، اسمعني شو بدي أقول لك. فيني حاكيك صوت وصورة؟ يعني قصدك اليوم؟ ايه طبعا. فيني احكي معكم انت وماما طيب؟ عشان احس حالي موجود معكم انتوا الاثنين.
تمام يا سبع، أنا رح فيق ماما ومنتصل فيك، اتفقنا؟ ييت اتصل، بدنا نحكي معه صوت وصورة وحابب إنه يشوفنا مع بعض. بتتذكري نفسيتك الحلوة؟ ضرورية هلأ. ايه فهمت، نحن مناح كتير ومبسوطين. يلا امي، شو اخبارك حبيبي؟ يا الله ما احلاكن، حس حالي كاني قاعد بيناتكن. ايه حبيبي شو اخبارك؟ قلي مشتاق لك. ليش سهران يا ديب الظاهر بضو القمر؟ ما اجاني نوم لهلا. طيب حبيبي، الغزالة الزرقاء عندها حكاية للنوم، بدك تسمعها؟ احكي لي اياها. كان يا مكان الديب الظاهر بضو القمر كان مجبور انه يضل بعيد عن قبيلته لفترة طويلة، وكان طول الوقت مشتاق لعيلته، قام قرر يشعل نار كبيرة كتير لحتى يتواصل بلغة الدخان. ليش هو بيعرف بالقراية والكتابة؟ هاي اللغة مو صعبة بنوب، شبنا طاهر الديب تبعنا ما في مثله. منكمل. المهم شعل النار وجوا الدخان فوت إيده وصار يكتب بالهواء. كيفك أمي؟ اشتقتلك أنت وعمو طاهر كتير. يا ريت لو عمو طاهر جنبي هلأ مشان يعمل لي مخلوطة على الفطور. بعدين نطر كتير نطر كتير نطر كتير، قام صار شي، وصل جواب من عيلته وصاروا كل الوقت يكتبوا رسائل، صار الوقت يمر على السريع، ورجع الديب على القبيلة بالأخير وخلصت الحكاية هيك. ييت خبي الموبايل قبل ما تخفى، مفهوم؟ قبل ما يناموا الولاد بيبوسوا أمهاتهم، مو بيخبوا الموبايلات. نظر مراد بعد عني، اسمعني، لو معي مسدس بقوص كل واحد بيحمل اسم عائلتكم، لهيك امشي احسن مع عصبيتي تطلع. خليها تطلع، ما عندي اي مشكله، اذا هيك بترتاحي معلش فيكي تعملي فيني اللي بدك اياه. شلون بدي ارتاح بسبب اخوك اختي بين الحياه والموت هلا؟ يعني جاي مشان تقهرني وتشمت فيني؟ اصحك نظر، ما بتتخيلي قديش بنقهر لما اشوفك بهالوضع. مراد خلص امشي. لا مو رايح. مراد روح. مالي رايح. خلصني وروح من وشي. مالي رايح. لك عم اقول لك روح واتركني، شبك ما عم تفهم؟ خلص لك روح واتركني امشي. نظر
إذا إيديك بيلمسوني مرة تانية بكسر لك ياهم. شو اللي بده إياه منك هذا التافه؟ بده يواسيني. ما قدرتي ما؟ لا ما قدرت فيدات لأنه كتير صعب. لازم تقدري فيدات. خلي حدا من رجالك يعملها، فيني أنا من هذا الموضوع. مو موجود هذا الاحتمال إيشن، ما رح أناقشك بهاي القصة، بدك تلاقي حل. لازم هاي مرجانة تكون موتتها على إيديك. جميل بيك. أهلين فيدات بيك، يا أهلا وسهلا فيك، ما كان في لزوم تعذب حالك. معقول هالحكي؟ واجبنا نكون معكم بهالفترة. تسلموا والله، طلعت أولاد أصل ما في منكن، وإيشن خانم كمان ضلت معنا طول الوقت. الناس بيبينوا بالأوقات الصعبة، ونحن أكيد مع بعضنا بأي وقت. ما بتأثر يا بيك. مرجانة كيفة؟ صار في أي تحسن بحالتها؟ ما في تحسن بنوب، وكل ما بشوفها بهالمنظر هاد بينشف دمي. بنتي بين الموت والحياة، ونحن ناطرين، وطاهر أفندي عم يتسلم مع مرته برا. بعد اللي صار لازم يكون في حساب لطاهر. جميل بيك، إذا صار شي لمرجاني رح روح لعند طاهر وقتله، رح تشوف. صباح الخير يا حلوة. صباح النور آسية. بلا مستعجلي بلا ما تتأخري. استغفر الله. صباح الخير أخي مصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. صباح الخير مرت عمي. صباح النور بلم. يلا سلفتي بشوفك بعد شوي، روحي اقعدي على هديك الكنباية إذا تعبتي. لتكوني ما نمتي لهلا؟ أي وأنت كمان ما نمت، كنت مثل المجنون طول الليل. أنا مثل المجنون؟ وأنت إلك يومين قاعدة هون ما بتكوني مجنونة؟ أي بعرف، بس حقي ضل هون، لا أنت ولا ييت هون. نحن رح نرجع ييت، بس إذا ما بتضلي واقفة هون بيكون أحسن. ييت رح يرجع، بس طاهر وينه؟ نفس. قلت لك إذا تجوزتني رح تندم. شو هالحكي هاد؟ اسمعيني يا بنت، قلت لك ما رح اتخلى عنك وما رح اندم، وما رح خليك تعيشي اوقات صعبه طول مالي عايش، فبلا هالحكي اللي بلا طعمه. معناتها ليش بعيد لهالدرجه؟ قلت لي ما رح اتركك، فعلى القليله خلينا مع بعض. ما عم تخليني يكون النفس تبعك بنوب، ليش طاهر؟ كثير صعب هالموضوع، عم تفهمي؟ مرجاني هنيك بين الحياه والموت هلا، بس صدقيني ميت على ما حط راسي على حضنك. مالي مصدق امتى رح اقرب منك وشم ريحة شعرك، رح موت. طول الوقت انا عم اشتاق لك. ضميرك ما عم يسمح لك ما؟ قلت لك الرحمة الموجودة فيك بحبها. نفس، ما تضغطي علي، الله يوفقك. أنا هون دايما. كتفي وحضني ملك إلك أنت، وقت اللي بدك الجئ لهم إيه؟ أنا عطول معك.
خليكي بعيدة عن أمي ولا تطلعي من البيت، الوضع مكركب. لوين رايح؟ عندي شغل. شو الأخبار فاتح؟ مراد حكى معي وضع مرجاني نفسه، وحسب ما فهمت فيدات وإيشان هنيك. قول مراد ما يقرب كتير على المشفى بلا ما جميل يفش خلقه براسه للشب. حاضر أخي. انتبه على البيت واوعك حدا يقرب من هون. ماشي أخي اطمن. أمي يا ريت بغيابي ما تحكي مع مرتي أي كلمة. خليكي مع نفس مرت أخي. طبعاً اطمن، هي ما رح تطلع من غرفتها أصلاً. شو لوين رايح؟ عندي شغل. لك يا ربي دخيلك، هطلع من البيت وترك المخلوق على حالة جوعانة. نفس، وينك نفس؟ صباح الخير. شو في آسية؟ شو بده يكون في مثلاً؟ المجنون تبعك راح يعني بلا ما تضلي قاعدة فوق. تعي خلينا نطلع. مرت أخي، طاهر قال ما في طلعة أبداً، لأنه من وقت ما تجوز وهداك الوطي فيدات كتير هديان وخايفين يكون ناوي يعمل شي مصيبة. شبها؟ لك نفس لوين؟ يومين ما تحركتي وهلا ركضتي مثل اللي لدغى عقرب، شو صار؟ فاتح شبه هالمخلوقة جنت شي؟ مو قلت انه فيدات هديان؟ ايه هيك قلت مزبوط. ايه عن جد، مع انه انا وطاهر تجوزنا، بس فيدات ما عمل شي. ما عمل اي شي. ويمكن عمل. لك عمل ولا ما عمل، فهموني شو القصة لانه انا ما عم بفهم شي. شو لو عمل شي ونحن ما كنا منعرف؟ لك مشان الله شو قصدك بهالحكي كله؟ هلا امبارح سنية خانو مو قالت انه مرجانة شنقت حالة بسبب الحكي اللي انا قلت لها اياه؟ يا ربي هلا انت شغله بالك بالحكي تبع حماتي، الناس بيضلوا بيحكوا بعدين بينسوا كل شيء. انا مو شغله بالي بالحكي، بس في شيء تاني مهم. وبعدين بقى اعطيني من الاخر. طلبت من مرجانه ما تاذي حالها وقالت انها اكيد ما رح تاذي حالها لانه بتخاف الله، وقالت انها حاسه بالضعف وبدها ترتاح وتخلص من هالشي. وبعدين اتفقنا انه اخدها ونروح انا وياها لعند الدكتور. ايه قولي لي إنه طاهر كان رح ياخدكم لدوخ وقع بأرضي. لا آسية، أنا مو هذا اللي بقصده، أنا بس كان قصدي والله ما كان مبين عليها بدها تنتحر، وحسيت اقتنعت بكلامي. لشو لا تعمل بحالها هيك شي؟ يمكن فجأة غيرت رأيها. متأكدة في غلط بالقصة. أنا بعتذر سيد القاضي، بس ابني ييت ما كان يقبل يتركني بأي شكل. تعرف الأولاد. مرت أخي، أنت بشو عم بتفكري؟ أنا لازم أحكي مع ييت هلأ، بس خايفة يكون فيدات جنبه. لا، مراد حكى معي، قال لي إيش إنه فيدات بالمستشفى. خير، شوفي. يا أخي كنت خليني أفطر بس. أمطوق. لا هي البنت ولا أمها لبراك ولا حتى اللي اسمها شنقول إلهم أثر. يمكن طلعوا من المطار وقدروا ينفذوا من الكاميرات. فيدات بيعرف شو عم يعمل. وأنا بعرف شو عم أعمل، وأنت مالك معي. شو يعني؟ مبارح قلت لي إذا عرفنا تليفون شنقول منقدر نعرف مكانه، مو صح؟ إيه أنا قلت. ليك 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 هالنظرة المجنونة أنا بعرفها منيح. يا الله. ايه خلص ماشي، يلا فهمني شو بدك. لازم دق ليت.
مشغول. يا الله، شو مع مين عم يحكي هالولد؟ ايه ماما متأكد بابا من مبارح الصبح مو بالبيت. هو مبارح بالمحكمة قال للقاضي انه تأخر لأنه انت ما كنت تخليه يروح، هذا اللي بدي أعرفه. أمي هلأ أنت برأيك أنا بحبه لحتى ضل معه؟ بلا هالحكي يا فصعون أنت. يلا حبيبي أنا صار لازم سكر، بحبك كتير وهي بوسة. وأنا بحبك كتير وعم اشتقلك عطول. مبارح فيدات تأخر لما إجا وقال ييت السبب، بس هالحكي طلع كذب. إيه شو لو كان هو اللي شنق مرجاني؟ ايه وبعدين راح طيران على المحكمة؟ لا القصة مو ظابطة، لأنه لما نحن وصلنا لهون كانت مرجانة لسه عايشة، لو هو اللي شنقها كان المفروض تموت. عمو طاهر أنت كيف عرفت إنه ما في حدا بالبيت وأنا لحالي هلأ؟ لأنه عمو طاهر بيعرف كل الشغلات. آه مثل الأمهات يعني؟ لا أنا ما وصلت لهي المرحلة. سبعي قلي كيفك؟ ليش كان مشغول التليفون؟ اتصلت أمي وحكينا مع بعض شوي. ايه كتير منيح، بتكون ارتاحت بعد ما سمعت صوتك. أنا كنت بدي اتصل وأحكي معك بس أمي قالت لي لا تتصل لأنه أنت مشغول. ليش في أي شغل أهم منك حبيبي؟ بس هلأ بدي أطلب منك طلب وبنحكي أكتر شي يوم. ييت شو جابك له؟ العم طاهر بدي اياكي تتصلي فيه ضروري. براك اخي طاهر اللي لقيت امي واختي ولا لسه؟ لسه بس اذا ساعدتيني رح لاقيهم. اسمعيني منيح هلا، الله يعطيك العافية إختي. يعافيكي يا حلوة، قلت بحضر كم شغلة مشان نتسحر. أوه لوين رايحة يا بنت؟ لعند الدكتور فولكان. شو هالحكي؟ اسم الله حولك والله ما فيكي شي، ليكون من ورا حماتي. مو مشاني قاسية بس مشان مرجانة بدي روح لعنده، هي مستحيل تفكر إنه تنتحر وهالشي ما رح يأكد لي إياه إلا الدكتور. إيه والله معك حق، مزبوط هالحكي. خبرتي طاهر ما هو رح ياخدك على المشفى؟ أنا ما بعرف وين بيكون طاهر هلأ. في اختراع اسمه موبايل سمعانة في نفس، بتدقي له وهوب بيكون طاهر عندك، سهلة كتير. آسية مشان الله. لا بنوب، ما بدي أي اعتراض نفس. شو مو شايفة اللي صاير؟ إذا شافوك الناس حيسمعوكي حكي مانو منيح أبدا. يا اتصلي بطاهر يا استني لخلص شغلي وقتها منروح سوا. أوه ناجية البث المباشر ورفيقتها المذيعة، شو اللي جابكن؟ اجينا لهون عشان نبارك للعروس. العروس شوفوا العروس قلتولي. سنية إن شاء الله ألف مبروك على الكنة الجديدة. شو هاد؟ مرجانة بالمشفى وهنن من كل عقلهم جايين ليباركولي؟ لا قولو أكيد مو هيك، هنن أصلاً راكدين ورا قصة مرجانة ومشان هيك أجوا لهون. آه أنا هلأ فهمت ليش هنن جايين لعنا، بدهم يعرفوا أنا شو حكيت ويفهموا كل القصة. بس ما رح يطلعوا بنتيجة أبداً. يلا فوتي ضيفيون، وإذا سمعتي شي كلمة غلط منهم لا تسكتي لهم أبداً، وإذا اضطر الموضوع أنا بتدخل وبحكي. يلا ثانيه اكيد هلا انت مبسوطه، ما عاد في داعي تخافي وتقولي يا ترى كنت جديده بتجيب اولاد ولا لا، هي اجتك كنا مضمونه يعني متجوزه قبل ومخلفه ولد. بدل ما تشغلوا بالكم بسيرتي انا وابني ادعوا لمرجانه بيكون احسن.
سمعتي يا شو حكيت؟ ايه مدام انتي اللي فتحتي الموضوع، فيا ترى البنت ملقحة هلأ بالمستشفى بسبب مين؟ انتي ما بتخجلي على حالك بنوب؟ الناس عم يسألوا بعضن البعض، يا ترى شو قالت لهالمسكينة مرجانة لحتى تخليها تروح وتشنق حالها؟ هذا همكن مو هيك؟ بس ما في حدا فيكن خطر عباله إنه ما تكون مرجانة هي عملت بحالها هيك. إذا مو هي اللي شنقت حالها لكان شو كانت عم تساوي على الحبل؟ إيه هالبنت المسكينة ما تحملت. ما في شي تاني بتقدر تعمله. المرأة اللي أخدت حبيبة وقفتها بنص السوق وبهدلتها قدام الكل. ليكو لا تخلوني بلش. كفي خلاص، يلا نلعوا لبرا. آسيا روحي افتحي الباب. يلا على مهلك. نفس وصلنا لأحلى جزء. تعلمي يا اختي تعلمي. يلا نقلع من هون سراب. يلا عم تقلعونا. حركي مو عيب عليك. يا ريت جايبه معك شي هديه مرتبه او حتى عليها القيمه. مصاري جوزك ما بتاكلها النيران. شو هالبخل. يلا ما عاد بدي اشوفكم قدام باب. يلا خلص دربي ست ما يرد. خدوا قولي. نفاس فيكي شي؟ انتي منيحة؟ ليش لحتى ما تكون منيحة؟ أنا اللي انفضحت قدام الناس كلهم. هلا صحيح قلعتهم، بس برأيك أنا كتير مبسوطة؟ لا والله أبداً. ما بكفي إنه دمرتي حياة ابني وهلا بسببك مرجانة بالمشفى عم تموت. لك الله ينتقم منك. ويا على مهلك. حماتي شوي شوي شبك. اهدي تأخرتي على الصلاة. يلا تعي. يلا اختي آسية انا طالعة على غرفتي بدي نام. سياسية شو لوين؟ مالك علاقة انتي؟ فهمتي؟ يا ويلي عن جد هاي سنية وكل عائلتها مجانين وما حدا فيهم عاقل بنوب. ايه صح حكي. روحي لو سهلا مصطفى. أهلين فيك. فهمني انتو شو عم تعملوا؟ شو رح نعمل؟ طالعين نجيب رمل. ولك ريس كمال يعني نحن وين بدنا نروح بعدين بهذا الرمل كله؟ بسبب هالحقير جميل وحركاته الواطية ما ضل في شي عنا غير الرمل. ما في داعي تطلعوا وتصرفوا مازوت هلا. ماشي أخي ما رح نروح. ايه بس لحظة في شغلة بدي اقول لك ياها. خير شو في؟ شوف هاي المجموعة اللي عاملينها نسوان الضيعة عم يصير فيها حكي طالع نازل. لك يلعن اللي سلمهم التكنولوجيا. وشو عم يقولوا بالله النسوان؟ شو برأيك مشان مرجاني قال كنتكن قالت لها حكي خلاها تروح وتنتحر وهن جانين. وشو اللي مشننهم بالله؟ بدهم يعرفوا شو قالت لها. صارت طالعة شي 30 سيرة على هالموضوع. أنت بتعرف شو قالت نفاس؟ ايه بعرف. تعال قلك روح شوف شغلك ولا تخليني علقك. أنت كمان عساري ريس كمال. على أساس في شغل وما عم بشتغل؟ حتى الرملات ما بدك جيبهم. لك اسمعوا لا الركض ورا حكي النسوان ما راح يفيدك بشي أبدا. يا ربي دخيلك شو هالجنان. ها وهي كمان وصل حليم. مرحبا معلم. اهلين مصطفى بيه. شرف تفضل. يزيد فضلك.
تفضل حليم بيك. شرف، فوت. بابا؟ مشان الله بلا مشاكل. المشاكل مو مني أنا، مصطفى بلش. لو ما كان مضطر ما كان عمل هيك يا عمي. روحوا شوفوا الزباين وما تتدخلوا أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخي. أهلين فيك يا أختي، شكرا. مرحبا. أهلين يا هلا. ما لك مضيع وقت أبدا مصطفى. يا خال، تعرف الوضع؟ لو عندي وقت ما كنت بطلعكن وكنت دورت على حل تاني. حليم بيك. نعم. تفضل ارتاح. طيب شكرا لك. العفو. تشربوا شاي مصطفى؟ ما في داعي، نحن ما منشرب عديمي شرف شاي. بابا يا خال، عيب هالحكي هاد. هلا انت بدك تعلمني شو هو العيب؟ اسمع، هالارض الي لحتى تنباع. يلا استنى رفيقك بالسيارة. ايه تكرم خال، نلتقي بالتراويح اليوم. ايه رح نلتقي طبعا، بس بصلاة التراويح ولا بجنازة مرجاني الله أعلم. حسبي الله. لك ولا حرف، لا تحكي، روح. صور صور، خود راحتك. شكرا. السلام عليكم فاتح. وعليكم السلام أخي. كيف الأمور؟ ما في شيء، كله طبيعي، بس إجانا شوية ضيوف. العمى، مين إجا؟ ناجية تلغراف ومعها سراب، ولو أمي ما قلعتهم من البيت ما حدا بيعرف شو كان رح يصير. بس حكوا شي مع نفس ضايقة؟ ما بعرف، هي قاعدة فوق بغرفتها من وقت ما راحوا. أنا بورجيون. ايه على مهلك شوي، بدنا اياه للباب طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفس منيحة؟ شبك شو صار لك؟ هي بغرفتها. شبو شبك. روح راضية، شكلها كلمة الحق صارت تضايقها للخانم تبعك. يلا ركض لعندها. امي ليكي، انا هلا مالي رايق بنوب، بس كون رايق لطشي حكي على كيفك وانا بسمعك. اوه سنية خانم، كأنك صايرة عم تاكلي جوال كتير بهالفترة. اذا بتضلي هيك رح تنزلي لدوري الدرجة الثانية بهالكم يوم. نفس، ردي علي. نفس ليكي، أنا رح فوت لجوا. طيب أنا رح فوت. نفس وينها؟ شو ما أنا بغرفتها؟ لو كانت بالغرفة ليش لا أسأل؟ وين نفس؟ إيه مزبوط هالحكي. طيب لا تكون غلطان، دورت منيح أخي. شو خرزت مسبحة هي؟ لا تجننوني، وين نفس؟ إيه وليش مستغرب؟ هي متعودة على هريبة. أمي مو ناقصك بنوب، فهموني وين نفس؟ ما بعرف شو بدي أقول، يمكن راحت عند الدكتور فولكان. معقولة؟ إيه هي اللي قالت لي هيك، وقلت لها يا معي يا مع طاهر. بس بعدين لما راحوا هدول سراب وناجية. قالت لي طالعة على غرفتها ويمكن راحت بوقتها. أنا ليش قلت لك خليك قاعد هون؟ يا أخي والله العظيم ما شفتها، لما أجوا النسوان قعدت بغرفتي فوق، ولما مرت أخي قالت لي فوراً. أنت عليك تعمل الشي اللي قلت لك عليه، والله إذا ما لقيت نفس لأرجع وقدتناك بغرفتك، عم تفهم؟ طيب إجي معك أخي. فاتح حل عني. بسيطة يا نفس، إذا ما عملت اللي براسك بتموتي مو؟
ادخل. نفاس، اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين، فكرت ما عاد تيجي على الجلسات؟ لا دكتور، مو هيك ابدا، بس بصراحه صارت شويه قصص وانشغلت. انا مو جاي لعندك مشاني اليوم. لك انا مشان مين؟ مشان مرجاني داك ديفران. مشان مرجاني؟ ايه، وهي كمان مريضة عندك ما هيك؟ مبلا، بس ما بصير أعطي أي معلومة عن المرضى تبعي، ما فيني أحكي لك شي عنها، هي خصوصيات. دكتور فولكان، مرجاني انتحرت. شو قلتي؟ كيف؟ يعني ماتت؟ عايشة بس وضعها صعب كتير، وأنا شاكة إنه ما تكون هي اللي عملت هيك. شو قصدك؟ قعدي لنحكي، خبريني كل شي بالتفصيل لو سمحتي. وبعدين لما كنا عم نحكي قالت لي إنه عم تطبق تعليماتك كلها، وحتى كنا متفقين إنه نجي مع بعض على العيادة. يعني ممكن إنه تنتحر بعد كل حكيها؟ صعب إني يكون متأكد من هذا الموضوع، بس بصفتي الدكتور يلي عم يعالج مرجاني بقدر قلك ما توقعت منها ردة فعل مثل هي، لأنه كانت بدها تتحسن. هادي اللي قالته. يعني أنت موافقني بشكوكي، ممكن اللي صار يكون محاولة قتل. أي ممكن، بس مين اللي بده يساوي هيك؟ شو هالمشكلة لتوصل للقتل؟ هذا اللي بيخوف بالقصة، مو هي الهدف أبداً. بس ديا، ما عاد فهمت شي. حدا حاول يقتل مرجاني؟ طيب مشان مين صار هيك؟ مشاني أنا. في شخص ممكن يساوي هيك لأنه مجرم، هو فيدات. نفس، إذا واثقة من يلي عم تقلي لي إياه هلا، المفروض تبلغي الشرطة. إي طبعاً، ما رح أسمح لهالمجرم بقى يلعب بحياة الناس بهالطريقة. ألو عمي مدحت، لازم أحكي لك شي كتير مهم. طاهر اتركني، شبك طاهر اتركني، عم قلك. طلعي بالسيارة أحسن ما طلعك بالزور. ما رح أركب، شو هالأسلوب هاد؟ عصبت بدون ما تفهم شو القصة؟ لا طاهر، طاهر نزلني، ما بدي. لك طاهر نزلني، ما بدي أركب. لك اتركني بقى. رح تحكي لي بالسيارة ولا بالبيت؟ ليش لأحكي لك؟ قلتي لي عصبت قبل ما أفهم، هي عم أسألك ورح تجاوبيني، وين رح تحكي لي؟ خدني على البحر. فهميني ليش كل هالقد عنيدة؟ ليش ما قلتي لي طاهر بدي روح لعند الدكتور تعال خدني؟ ما رحت لعند الدكتور فولكان مشان مشاكلي، مشان مرجاني رحت، ما كان بدي احكي بالقصة معك مشان ما تتضايق. وليش لا تروحي مشان مرجاني لعند الدكتور؟ شاكة انه هي انتحرت هداك اليوم، فيدات ورا الموضوع. كيف؟ حكيت لعمي مدحت واقتنع بكلامي، لأنه مرجاني قالت لي ما بقى تحاول تنتحر، وتاني يوم شنقت حالها، وللصدفة يومتها فيدات بنفس الوقت تأخر على المحكمة. كيف شنقه ولحق يوصل للمحكمة؟ ما كنا لحقناها، معناتها لما وصلنا كانت عايشة، ولما كان بالمحكمة وصلنا المسج من مرجاني. مو صعبة بنوب، بيكون بعد حدا يشنقه وأخذ منا الموبايل. إذا طابت مرجاني رح نفهم أكيد. بدي إياك تركز معي، تجوزنا وتوقعنا فيدات يساوي ألف مصيبة، بس ما ساوى شي. هو مستحيل يضل ساكت لهلأ. يعني تذكر لما مرجاني قطعت عروقها ما حاولت نظرة أوصك؟ نظره جميل داك ديفران. إذا مرجاني بتموت بيتركوك عايش؟ قصدك إنه فيدات حاسبها هيك؟ هي عمايل فيدات، أنا بعرف أسلوبه. يعني مرجاني ما حاولت تنتحر بسببي؟ أكيد لا، مرجاني هلأ عم تموت بسببي أنا، هذا ذنبي كله. شو قصدك؟ واقفي عم أحكي معك نفس. نفس، وافي عندك،
سألتك شو قصدك باللي قلتي؟ قصدي لو ما هربت ولجأت لك وتجوزتك ما كانت مرجاني هلأ بين الحياة والموت طاهر. اسمعيني نفس خانم، لما حضرتك تلومي حالك على مصايب الحقير فيدات بتخليني جن وعصب. تمام لا تجن وبلا جنانك كمان. بالأول قلتي إنك شي استعمله فيدات، وهلأ جاية كمان تحملي حالك كل الذنب على جرائمه. بس هيك عم يصير بسببي أنا هلأ نفس مرجاني. اسكتي بكفي خلص بقى، بلا ما تعذبينا نحن الاثنين. اصحك تقربي على نفس تبعي تاني مرة. ليش وين غلطي أنا؟ شو مشان اللي عم تعمله بطاهر تبعي طيب؟ صار لك يومين وأنت عم تعذب بحالك، عم تقتل حالك من عذاب ضميرك ومانك قدران تعيش طبيعي. أنت سمعتني مو؟ مين هو هذا؟ طاهر تبعك بالله؟ طاهر لا تتمسخر. طلعي لقلك. لا بخجل. نفسي فرجيني وشك يلا. خجلانة مني وكمان عم تلجئي لي؟ طاهر والله خجلانة، لا تحكي هيك بقى. شو قلتي؟ عم تقولي بدي عانق طاهر تبعي ما دخلك انت لا تقرب؟ قولي عليكي. ولك آسية؟ ليش الشرطة جايين؟ يمكن جايين لياخدوكي حماتي. ياخدوني؟ قدمت شكوى بتهمة التلزز بتعذيب الكناين عندهم اليوم. إذا بياخدوكي إلك مو أحسن؟ أهلين حضرة الملازم مدحت، جايين مشان تاخدوا حماتي؟ لا، بدنا ندور على موبايل مرجاني لأنه ما كان معه. إيه أهلاً وسهلاً فيكم يا شباب، تفضلوا دوروا، تفضلوا. ماشي يلا. مرحبا مرت خالي. يلا شباب. مرحبا أهلاً وسهلاً. طلعوا فتشوفوا. أنتوا طلعوا لفوق وأنت لتحت. ماشي. سيدي لقيته. اوه، وعم قول لحالي ليش الزريعة ماتت؟ هاد كان واقع جوات المي، إذا كنا مشتبهين بحدا فهلا راحت كل البصمات عنه. شغلة غريبة ما هيك؟ هي بعتت رسالة انتحار ورمت الموبايل ونزل بسطل الزريعة فيه مي، صح؟ معك حق، غريبة. بصمات مين ممكن تكون على موبايل مرجاني حضرة الملازم؟ شاكين بشي حدا يعني؟ إذا شاكين بحدا فانتهى الموضوع. شكراً لك حسين. عفواً حضرة المنزل. يلا وأنا كمان رح. ماشي تفضلوا شباب تفضلوا. يلا آسية سلمي لي على الأهل كله. أكيد بيوصل عمي مدحت، مع السلامة. بابا هلأ طلعوا الصور تبع الأشعة والدكتور ناطرنا جوا. ما يهمك جميل بيك، نحن هون مع مرجاني. شكراً كتير لكم. تهيل واجبنا. شو جاهزة إيشن؟ لك إيشن أنت جاهزة؟ كيف بدي كون جاهزة لمثل هذا الموضوع؟ بلشنا بالدراما تبعك يعني؟ اسمعي رح تفوتي لجوة ترتكبي أول جريمة إلك، والمساء رح نحتفل مع بعضنا. يلا حبيبتي خدي يلا.
شو عم تحضر فيلم فيدات صاير؟ كتير مركز. وقفي وارفعي ايديكي. ارفعيهم. السيروم كان واقف لهيك فتت لهون منشان ظبطه. بدل ما تروحي تنادي للممرضة عم تشتغلي لحالك بالسيروم. حضرة الملازم إيشن عنا هي اللي بتهتم بهالشغلات، ولو سمحت لا تفتشها بهالطريقة هي، أو بقدم شكوى للشرطة على حضرتك. طلعي لبرا، طلعي. اطمن عايشة. وين قال الدك ديفران؟ عند الدكتور، روح اتأكد. وانتو طبعاً استغليتوا الفرصة. صدقني حضرة الملازم ما فهمت شو قصدك. لا، فهمت قصدي كتير منيح. بلا هنا الحركات. عارف كمال لعندي. طيب ليش؟ في مشتبه فيه بجريمة قتل بالمشفى، مشان ما يستغل الفرصة ويجي بدنا نراقب. ما حدا رح يقدر يقرب. فيكن تروحوا ترتاحوا لأنه الشباب رح يضلوا هون طول الوقت. تذكرت نفس وسطني سلم عليك، وبتقلك لما تطيب مرجاني رح يبلش حسابك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا. مرحبا. أهلا. السلام عليكم. رمضان كريم. وعلينا وعليكم. وعليكم إن شاء الله. أصريتي تجي وبتعرفي إنه الناس رح يبلشوا يحكوا. المهم ما تزعلي. تمام، بوعدك إنه ما أزعل. وحتى إذا حدا حكى شي مشان مرجاني بوعدك ما رد. ببكي بالبيت. البكي كله ممنوع. إذا بعرف إنه في حدا زعلك هون، وقتها رح حاسبه إله بالأول، بعدين رح حاسبك. أنا شو دخلني بالموضوع؟ إيه حتى أنتِ ما بيحق لك تزعلي لي حبيبتي نفس. شو ما سمعتي حكي ما تردي عليهن. تدعي لمرجاني وصحك تحسي إنك مذنبة. تمام، ما برد على حدا. وبدي أنت كمان ما ترد. حبيبي طاهر لازم ما يتضايق. أوه، حلوة كثير طلعت. نحن قدام الجامع، شو نسيتوا؟ هاي شرفوا. لا مجربين العروس معهم. سنية، ألف مبروك مشان عروستكم. الله يبارك فيكي. وانتي ألف مبروك يا بنتي. يبارك فيكي خالة. أهلين بالعريس. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكراً لك طاهر. والله ضليت ورا القصة وعملتها بالآخر. حلال عليك. ألف مبروك، تتهنوا إن شاء الله. عم تباركوا له ما؟ روح اسألوا جميل إذا جوازته فيها خير. بلشوا هلأ يضغطوا عليه. بفضلك يا خال، المكان ماله مناسب. مو مناسب لشو مصطفى؟ أخوك راح أتجوز واحدة مطلقة وعندها ولد، وأهل الضيعة عم يدفعوا الثمن، وبدك ما أحكي؟ اسمع خالي، نحن بليلة مباركة، لا تخليني أعصب وساوي شي ما يعجبك. والله لا تواخذني طاهر، لأنك تجوزت مطلقة باب رزقي راح يروح من بين إيدي. بصني بيطلع لي أحكي ما؟ ولي فوق ما خلوها تشنق حالها المسكينة،
ليكن رح يرموا الخال داوود من مكان رزقه بعد هالعمر بيصير هيك؟ والله ما قصرتي. خير يا جماعة، هذا استقبالكن المشرف لشهر رمضان؟ جايبين الشيطان معكن لعند الجامع؟ يلا وراي لشوف. هلأ رح نبدأ بشهر رمضان الكريم، وكلكم بآخر النهار رح تكونوا حاسين بتعب وجوع كبير وعطش. لهيك تعلمنا من ربنا ومن سيدنا محمد إنه نصوم ونجوع، وكل يوم نصلي التراويح، نصلي 20 ركعة متواصلة. الجوع والعطش برمضان فيهم حكمة وفيهم صحة لأجسامكم. إيه يا جماعة، اجيتوا لهون لتصلوا التراويح ما هيك؟ طيب ليش؟ لأنها عبادة. ماشي، شو هذا اللي عملوه بعض منكن عند باب الجامع؟ انتو قبل ما تبدوا تحكوا وتتهموا مرة عندها طفل، حاولتوا تفكروا بالأول يا ترى سيدنا محمد من مين كان متزوج؟ أمنا خديجة. قبل ما يتزوج الرسول كانت متزوجة مرتين من قبل. ايه يا جماعة، وهالحكي كله كان بعهد الجاهلية. ايه، بس الرسول لما تزوجها ما فكر وقال انه هاي المرأة مطلقة وعندها 3 أولاد وما بتناسبني ابدا، ما قال هيك. بالعكس، سيدنا محمد خلاها تكون زوجته الاغلى. بس انتو من دون اي مبرر او احترام عم تحكوا على هالست الطيبة وعم تهينوها هي وابنها الصغير وباسلوب سيء، مو عيب عليكن؟ لنفترض انكن مو خجلانين من حالكن. طيب ما انكن خجلانين من سيدنا محمد ومن ستنا خديجة بعد هذا الحكي؟ سيدنا محمد عمل هالشي وكان معتبره مناسب لألو، فكيف انتو قدرتوا تتصرفوا بهالطريقة هاي؟ مين مفكرين حالكن قدام رسولنا؟ طيب وليش حضرتي كل هالسحور لحالك؟ كنت تطلعي فيي سلفتك؟ شو يعني هي؟ سلطانة مثلاً؟ أوه، شو مناسبته كلامك هلا؟ صار لي 9 سنين بحضر السحور لحالي بكل رمضان وما بتوقفي معي. تذكري مصطفى شو قال، وتذكري كمان خطبة أبي شو قال فيها. خلينا نتسحر ونحن مروقين. يلا فيقوا يا جماعة، جهز السحور. مصطفى، مصطفى، صار وقت السحور، فيق حبيبي. نفس حبيبتي، نفس قومي، صار وقت السحور، السفرة جاهزة. ليش ما فيقتيني آسيا؟ كنت وقفت معك وساعدتك. ايه هو هاليوم، قدامنا ايام رمضان كتير ان شاء الله. يلا قومي حبيبتي فيقي لجوزك، رح يبرد الاكل. لك يسلم لي، انا اللي فايق نعسان، ما احلى دخيله حبيب قلبي دخيله. آسية بلا هالدلعات، لانه ما رح نلحق من هون للامساء. شو هالحكي لك مصطفى، استغفر الله.
نفس. صار السحور طاهر. آسية قالت لي اجي وفيقك. السحور. بلا ما نتأخر. يلا. فاتح إذا فقت والله لزعلك ها؟ عن جد؟ الله يديم نعمته. يلا عود، عود جنبي طاهر. ايه تفضلوا اقعدوا. طيب آسية أنا رح ساعدك شوي. يسلموا حبيبتي. فاتح، نكوش أخوك فيقه. مراد؟ مراد؟ لك ايه قوم بقى خلصنا. ايه أخي شلونك؟ الحمد لله، كثير منيح. إن شاء الله على طول، على طول. بدي إياك دائما منيح. ايه شو لا نحن نكون مناح، واذا خربت الدنيا ما بتسألوا. امي تركي طاهر، شو اتفقنا؟ طاهر ابدا ما دخله، الحكي إلك مو إله. ليش بالله؟ رح تخلي داود يطلع من ارضه وبشهر رمضان الكريم كمان. امي لا تقولي هيك، مفكرتيني مبسوط بهذا الوضع؟ والله مو بايدي. بس ليش؟ مشان بعض ناس يعيشوا برواق؟ حتى أبوك هلأ بيكون مقهور بالقبر. صحة وهنا يا جماعة. لوين طاهر؟ ما رح تصوم يعني؟ رح صوم نفس. إيه لكن لازم تتسحر معنا، مصطفى حاكي. يلا عود خلاص. طاهر لو سمحت تاني مرة لا تحطيني بهالموقف. تفضلوا تفضلوا. آسية على الفطار بدك تعملي لي شيش برك؟ طبعا حبيبي. وانت طاهر بتحب شوربة الذرة، رح ساوي لك ياها. انا بحب كل شيء من ايديك مرت اخي. ممكن تعلميني الطبخ؟ ايه حبيبتي ولو. هو برأيي لا تتعبوها بالمطبخ. وليش؟ كتير خايف على مرتك؟ لا والله أخي، بصراحة خايف عليكم. الله يسامحك، رح أتعلم الطبخ. إذا ضلينا عايشين لوقتها منشوف نفس. ليش هيك عم تقول؟ بعيد الشر. يا ربي دخيلك. يا ترى مرجاني رح تعيش لوقت الإفطار؟ أمي شو أعمل؟ متضايقة ومقهورة؟ البنت هلأ بالمشفى بين الموت والحياة. الله بيعلم إذا حتضل عايشة، ونحن هون عم نضحك ومسائلين. يا ترى مين يلي رح يدفع دية هالبنت المسكينة؟ من الآخر شو بدك ماما؟ طيب إذا صرت بدل مرجاني بين الموت والحياة بتندفع الدية؟ لا تقول هيك. إن شاء الله صحة وهنا. تفضل أمك، وهي راحوا بلا سحور. حسبي الله. مو متفقين شو ما سمعنا حكي ما رح نرد على حدا؟ طيب.
بنتي مرجاني. مرجاني مرجاني مرجاني، لك تعوا شوفوا. شوفي جميل، لك شو صار؟ شوفي نادي الدكتور، نادي الدكتور فورا. دكتور مشان الله حدا يساعدنا. مرجاني يا دكتور، مشان الله شوف شو اللي عم يصير مع بنتي. هاتي الفولت. جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. 500 كمان مرة. جاهز. ارفعي لل 600. واحد، اثنين، ثلاثة. الله يخليك دكتور، طمني، اللي شبه بنتي. هي فاتت بغيبوبة. شو يعني غيبوبة؟ رح تطلع منها؟ ورح تتحسن؟ بصراحة أغلب وظائف الدماغ وقفوا، بس لسه الأمل موجود. كمان ممكن إنه ما تصحى، وإذا صحيت بالإذن منكم. جميل بيك، جميل بيك، أنت منيح؟ رايح لعن طاهر ليقتله. نجحت وأخيراً فدت. أي أكيد، أنا هلأ قدرت حقق كل اللي كان بدي إياه وخلصت من طاهر إيشن. كيف ما كان المسكينة مرجانة إذا فقت ما رح تقدر تحكي، وهيك منكون خلصنا من كل شيء. عفواً، افتح إذا سمحت. شو؟ أنا بدي فوت على الحمام. يلا روح من هون، مو باقي غير تفوت على الحمام وراي. شو عملت لك اختي؟ شو عم بيصير؟ شوفي عمي نجيب، والله ما عملت شيء. حتى على الحمام بعتينه وراي؟ معقول؟ لك شو انتو ما بتستحوا ابدا؟ تمام امشي، انا رح ضل. ايه حاضر. يا عيني، انت هلا عم تلعب دور القبل منيح؟ براك لا تبلشي. ما بلش بشو، فهمني. بلا ما فيدات بيك يسمعك. انا ما عاد خاف، فيدات رح ينتهي، هو عن قريب كتير رح يتعاقب. لك انت شو عم بتقولي؟ طاهر اجا لهون مبارح بالليل، كان بده يهربني، والرجال السكران كان تمثيلية وبس. طيب ليش ما رحتي؟ قال لي انه لقى امي واختي وعرف وين مكانهم، وقال ضل شوي لحتى يقدر يخلصهم. كيف؟ وين لقاهن؟ شو بيعرفني انا؟ المهم لقاهن وخلص. هلأ بعد ما لقى امي واختي وقرب انه يطلعهم، أنا ما بقدر روح لأي مكان وأترك هذا البيت، لأنه هداك المجنون ما بعرف شو بيعمل فيهم، ولهيك ما رحت معه. بس بنتي، لبين ما يطلعوا أمي وأختي ما بيهمني شو بيصير فيني أبدا. برافو براك يا أم قلب قوي أنتي. وهلأ بدك تبلشي من الأول وتحكي بالتفصيل شو هو الموضوع كله. وهلأ ركزي معي واسمعيني منيح، بس يكون فيدات بالبيت عملي مشكلة لأي سبب، ووصلي لأبوكي بأي طريقة، وضروري كتير إنه فيدات يسمع الحكي كله، وبعدين على أساس إنه هالحكي سر بدي إياك تقولي لأبوكي طاهر قدر يلاقي أمي وأختي وعرف وين موجودين، ولا تنسي يكون فيدات سمعان هالحكي كله. هداك المجنون رح ياخذنا لمكان امك واختك بس يسمع هالحكي هاد. شكرا كثير لك اخي طاهر.
خلينا بالأول نقدر نلاقي أمك وأختك وبعدين بتشكريني. سلام. شو هالحكي هاد؟ كيف لقاهن؟ لك هذا واحد حقير وواطي. ما بعرف، سألته بس هو ما جاوبني. رح نتحاسب أنا وياكي يا براك. إيه؟ رح نتحاسب أنا وياكي لسه. شو الوضع؟ في شي حدا اجى لعندكن؟ طيب لكان حضروا حالكن، انا جاي لاخذكن. لك يلا خفوا ايديكن بسرعه قبل ما يجي لهون شي حدا. بس اعطيني شوي قربت لاقي. اها لقيته. ايه ممتاز. فيدات حكى مع حدا من صوغو كوي من شوي. هذا العنوان. اخيرا العنوان، اتحركوا بسرعه خلونا نوصل قبل فيدات. يا اخي بس خليني اطفي الجهاز، استنى شوي. شو عم يصير هون؟ انتو شو عم تعملوا؟ مين بتكون انت؟ آسف، فكرت هون التواليت بالغلط. شو قلت؟ قلت لي لما نفس ترجع تحبك بتهديها بنتها؟ ماشي، حاول توصل لبنتها هلأ. يا بنت شو هدول؟ قطعيهم أصغر من هيك؟ هلأ بتشبعيهم بحبة شيش برك وحدة؟ ولا كلمة، رح تفقسي صيامك إذا بتبلشي تحكي. هس 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 هس. السلام عليكم. أنا بدي أطلع نام. وصحكم تسمعوني صوت حدا منكم؟ تأمر حبيبي، ما رح تسمع ولا صوت. أخي مصطفى. نعم. طاهر إمتى راجع يا ترى؟ عم تسأليني عنه؟ شو بيعرفني أنا؟ مو ليمر حدا من هالتافين على الشركة؟ ما علينا، أنا طالع نام. يو خير آسية؟ شو صاير معه لمصطفى؟ الجوع بالنسبة لمصطفى أصعب امتحان، هو بس يصوم بضل معصب هيك. عادي ما يهمك، هو شهر بالسنة، راح يوم وضل 29 يوم. اي فهمت. رح أرجع أقطعهم لقطع أصغر. أوف، طاهر بالشركة مو موجود، وينه يا الله؟ طيب وأنا شو بعرفني وينه؟ جوزك دقيله. اركضي لأشوف. نفس؟ طاهر وينك أنت؟ طيب بالأول قولي مرحبا. خير؟ أي خير هاد؟ فقت الصبح ما لقيتك هون. شو سوي لك نفس؟ ما شاء الله بتقضي كل صيامك نايمة، بدك استناكي؟ طاهر بدي أعرف شبك عالشركة، ما عم تروح، شو عم تساوي بهالكم يوم؟ طيب قلي لوين عم تروح؟ بس ارجع على البيت بتسأليني هالأسئلة نفس، هلأ ما فيني أحكي. بس أنا نفس يلا سكري يا بنت، عندي شغل عم قلك. لك هلأ وقتك أنت. بالسلامة.
بنتي من امبارح بغيبوبة. نزلوا للسلاح. أنا حلفت يا طاهر رح أقتلك إذا بيصلى شي. ممكن بنتك ما تكون شنقت حالها أصلاً بسببي. شاكين إنه فيدات بده إياها تموت مشان تشك فيني وتجي لعندي تنتقم. الموت خوفك فصرت تألف قصص من خيالك يا طاهر. بدك صدق هالحكي من واحد مثلك؟ لا ما حذرت. ما بخاف من الموت أبداً. جاي لهون في شغلة بدي انهيها. خليني خلص شغلتي هي وبعدين بجي لعندك بوقف قدامك وبتقوصني. لا ما رح استنى يا طاهر. أنا ما بدي إياك تموت فوراً. بدي أشوفك عم تتعذب وينشف دمك يا واطي. مرجاني ممكن تموت بأي لحظة. مشان هيك بدي أشوفك عم تموت ببطء هون. خليك عم تتذكر شو عملت بمرجاني لحتى يطلع آخر نفس. شنقول؟ أهلين يا بيه. ما حدا قرب لهون ما هيك؟ نوب. الله يلعنك يا طاهر. روحي جيبي جيلان
بدنا نروح هلا. حاضر يا بيك. فيدات بيك، جيلان مانا هون. كيف مانا هون؟ ما بعرف، ما لقيتها جوا، كانت عم تدور على لعبتها وشكلها طلعت لبرا. لك والله لأطلع بروحك يا غبية. يا رب. جيلان، جيلان، سلام. ما بتسمعي؟ أرضنا بكمدان جديد، سلمي دلم مرميار، سلدلر يندم بلاد، سلمي دلم مرميار. جيلان، جيلان، رح أخذك لعند أمك. نفسي لقيت بنتك. حبيبتي، حبيبتي يا عمري. عسية ولي، بسم الله، لسه مطول الإفطار، الله يعيننا عليه بهالوقت كله. بسم الله مصطفى، شو فيقك من النوم؟ شو فيقني ما؟ في أربع مراكب نايمين بالمينا وبدك يعني نام أنا كمان؟ راسي رح ينفجر. يلا إجيتك. إيه يلا يلا. نفس؟ نعم أخي مصطفى. وينه طاهر أفندي؟ عنده شغل أخي. لك أنا بس شوفه. أوف أسي أوف، كملي لشوف.
إجا طاهر. إجا بوقته. بدي واحد ضل عم دعوسه من هلا لوقت الإفطار. جميل بيك؟ روحي نادي كلاب الكاليلي، عندي إلهم خبر مهم كتير. مرتاخي فوتي أنت لجوا. معلم جميل شو بدك؟ ليك عم دور على حدا أقتله. أنا قلتلكن قبل بعده عن عيلتي، أو رح ألقط طاهر وأقتله. بينه طاهر ولك؟ أنا قوصته. وليكو مرمي فوق بالجبل، وبين الحياة والموت مثل بنتي. هيك بيكون دفع لي الدية. زوجك مات، فهمتي؟ يا ويلي، أنا قتلته بإيدي. طاهر لا لا دخيلة معي. يا ربي دخيلة. يا ربي طاهر. شاهد على روحك ولا أخي. وقف ليقول وين مكان طاهر. وين طاهر؟ قول. ما بقول. خلي عم يتعذب لحاله وينشف دمه. عمل لك وينه؟ وينه؟ امشي ولك. تحرك. امشي. احكي ولك. أخي طاهر وينه؟ قول. بنتي مرجاني فاتت بغيبوبة، طاهر كمان بيكون عم يتعذب مثل الحيوان. خلي هيك. احكي وين مكان اخي يا حقير. ما رح اقول، لانه اللي مثله ما بصير يندفن. مين يا عيوني؟ انتي ليش مو انتي اللي متي؟ ليش انتي موتي؟ انتي ليش ما متي؟ انتي بدل امي ليش ما متي؟ فتعبي ما تقولي هيك، انت عم حرق قلبها عليه اكتر مننا. ولك شو جابك لهون مع الطاهر؟ هذا اللي كان بدك يا يصير بابني. قولي مبسوطة هلا قولي. ما قلت لك، ما قلت لك انك رح تروحي لي الولد اذا ما بدك تمشي؟ ما قلت لك، ما قلت لك يا بنت بعديني عن ابني. ابني وينه؟ ابني وينه؟ لك لك ما بيستاهل. ابني والله ما بيستاهل انه يموت. ما بيستاهل يموت. ابني وينه؟ معقول ابني يموت؟ كل هالجبال ما كانوا وسعانينه لابني. انتي انتي رح تخليهم ينزلوه على حفرة مترين بمتر.
آخ يا ولدي، حرقتيني قلبي عليه. لك حرقتيه، انت حرقتي قلبي، قتلتيني ابني. الله ينتقم منك، الله ياخدك إلهي. وينك يا ضنائي؟ وينك؟ لو تعرفي قديش خفت عليكي وانتي عم تتمشي. شفتي حدا هون؟ شفتي زلمة طويل؟ وين كان؟ هو كمان شافك مو؟ حكيتوا مع بعض؟ طيب لشو ما أخذك معناتها؟ شو كان عم بيساوي؟ جرح يعني؟ نروح لعنده هلأ؟ خليكي هون واستنيني، ما تتحركي، عم تفهمي؟ جيلان، الزلمة مانو هون. اسمعين، خديها ايه؟ وروحوا. يلا قلي الباب ما تفتحي لأي حدا. ايه لا تخافي حبيبتي، لا تخافي. ولك طاهر، اهدى اهدى. لحقت فيدات لهون، شفتك بالكوخ وطالعتك. وليش؟ لأنه عم بتحاول تخلص عيلتي. شد حيلك، سيارتي على الطرف الثاني من النهر، تحمل.
لك ما ضل كثير، شد حالك، تحمل. تحمل. طاهر! رح ننمسك، لازم نمشي. يلا نجيب، اسمع، سيارتي ورا بيته لفيدات. طاهر خدها، فيدات بشوفك رح يفكر انه انا رحت من هون. طيب والنزيف؟ المي متلجي، رح يوقف نزيفي بسرعة. يلا انتبه على حالك، اصحك تفقد وعيك. هي سخن وبارد، بتعرفها مو؟ شو؟ راح تطلع؟ Sardı dört yanımızı. Aman ya.
ما بتتخيل قديش خفت. فكرتك ميتة. وما هيك اجيت. قلت اكيد مالك عايشة. بس قلت حتى لو هيك ما لازم اتركك معه. نحن شو عم نعمل هلأ؟ عم نندب طاهر؟ معقول نساوي هالشي؟ مستحيل، مو حلوة بحقنا. مرت طاهر كعليلي لازم تعمل شي. وينو طاهر؟ هاي فرصتك الأخيرة جميل. ليك بحسب الله ما خلقك. أقسم بالله بفضي المشط براسك هلأ. أنا وقت الجد ما برحم. قوصني ولك؟ طول ما بنتي بالمشفى طاهر الكلب رح يعفن. شقفي منه ما رح تلاقي. وقلبي مرتاح. ما عادت فارقة معي هلأ المتت ولا عشت. ايه بنتك رح تتعافى. طاهر مانو ميت. طاهر وين؟ قول يلا. نفس ارجعي. خلص خلينا نمشي. نفس امشي. تركني. بعرف انه هو عم يكذب. مو ضروري يكون عم يحكي الحقيقة. طاهر ما مات. مستحيل لانه هو وعدني. ما رح يتركني. ما بيتركنا ولهيك لازم نلاقيه. بدل ما تخلي هالمخلوق عم تنق فوق راسي قوصني وخلصني مصطفى. شوف يمكن موتك على ايد سلفي مصطفى ما يكون بهمك. طيب اذا وحدة مانك عاطيها قيمة ابدا هي اللي فجرت لك راسك. شو تموت على ايد نفس مرت طاهر كاليلي؟ شو بتحب هالشي؟ لا ما بتحب. بعرف اللي راسهم كبير مثلك ما بيحبوا يموتوا على ايد مرة. لهيك قول يلا. اللي طاهر وين؟ احكي. بصوغوك صويايلا رح تلاقوا الجسة. امشي معنا. منتركك بس نلاقي طاهر. شنقول؟ شنقول؟ طبي الأغراض. ماشي. يلا يلا. فيق يلا طاهر. فيق يلا طاهر. يلا اصحى. يلا شد حالك طاهر.
لك وينك يا طاهر المجنون؟ وينك؟ بس بدي افهم. ما عم يرد لهلا؟ تليفونه من ساعة مقفول يا أخي، إن شاء الله ما يكون صاير معه شي سيء. ضابط كمان ما كان يحل عنا، ما كان يخلص تحقيقه، تركنا الشاب لحاله. أخي على مهلك، هي سيارة طاهر. بس مين يلي عم يسوقها؟ ولك هذا نجيب. وين طاهر ولك؟ طاهر وراي. رفيقي طاهر. طاهر متصاوب. نزيل ما قوصته، بالعكس ساعدته. تتذكر لما قلت له فيدات بده يقتلك المفروض تنتبه على حالك منيح؟ تتذكر؟ فيك تلاقيهم انت؟ إذا بتساعدني. ما بعرف عنه شيء. لا عاد تتهور، فيدات بده يقتلك. ما قوصته فهم؟ اسمعني منيح، تثبت وجودك بالبيت قبل ما يشك فيك فيدات. روح. أخي مدحت، سكر على الجرح بإيدك. تحمل يا سبعة، بوس إيدك تحمل. أهلين أخي مدحت. فاتح، طاهر متصاوب، أخدينه على المشفى. شو؟ ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. لك شو صار لك يا مجنون؟ أخوك متصاوب، رصاصة بصدره. جميل داك ديفران قالنا أنه قتله، ولهيك انبسطت أخي. طلع طاهر مو ميت، لقوه أخدينه على المستشفى هلأ. عن جد؟ مثل ما توقعت. نفس والله. برافو، شكر يا رب. لازم نبشر مصطفى دعسله بنزين مراد. يلا أخي. وقف لك، شو عم تعملوا انت وياه؟ لك اخي وقف، لك رح تروحونا. شو في؟ شو؟ ولك شو بكون؟ صف لك صف. لك اسمعني، طاهر السبع ما مات. شو عم تقول يا ولد؟ اخي طاهر لساته عايش. الف حمد وشكر لك يا رب. ألف الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. شكر الله. دخيلك يا الله. ما قلت لك ماما، طاهر ما بيتركنا أبدا. الحمد لله. وهي العيون الغالي طاهر كليلي. لا يا أبي دخيلك. لا الرقم المطلوب مغلق أو خارج التغطية. أوف نزار، وينه أبوكي؟ إله من الصبح ما نوم بيه. لك من لما أختي فاتت بالغيبوبة شكله ما تحمل وطلع يفش خلقه. شو لحاله ما تحمل؟ ما تحملت مثله بس ما طفشت. بدنا نطفش ونترك البنت بهالوضع؟ يلا لاقي وجيبي لهون، خلي يوقف معنا ويقوينا. طيب خلص أمي، اهدي شوي، رح شوفه يمكن راح على البيت. يلا. استعجلوا. بسرعة بسرعة بسرعة. وقفوا شوي. على مهلك. ساعدوني. تحمل يا سبع. يلا هانت. هات. دكتور متصاوب بسطره، الرصاصة جوا. على العمليات فورا. تحمل يا سبع. انتبه. Thank you.
شو بو طاهر؟ أبوكي أوسه نظر. عن جد عم تحكي؟ يلا على السريع. يلا بسرعة. وينو بابا هلا؟ بالمخفر سلمناه. لك الله ينتقم منكم. الله ياخدك يا بومة. علي، موضوع بنتها لنفس المفروض ما نحكي فيه هلا بنوب. طيب ماشي. عمي مدحت، وينو طاهر؟ لا تخافي، بالعمليات. ايه وضعه كيف؟ مو منيح، جميل قوصه بصدره ونزف كتير من دمه. قولي زعلان عليك، رجع فكر أحسن. رأيي ما بغيره، مصر على هالزواج، ما رح غير رأيي أبدا. طاهر عنيد كتير، ما بيتراجع، ما بيستسلم. شاش تفضل دكتور. شغلي الشفاط، اعطيني المقص. المقص جاهز. الرصاصة تحركت، النزف عم يزيد، خبروا جراح الأعصاب، زيدي سرعة شفط الدم. يا الله دخيلة. شو صار فهمني؟ جميل كيف قوصه ما فهمت؟ وانتو كيف لقيتوه؟ طاهر كان عم يدور على عائلة طير الغربة وملاحق فيدات. جميل كان لاحق طاهر من الأول، ولما صار فوق الجبل قوصه. علي كان وراه وأنقذه. الله يوفقك ويرضى عليك، مديون إلك بعمري أنا أخوه مصطفى. مصطفى تعرفنا على بعض نحن وقت اجيت زيارة لعن طاهر. علي؟ صديق طاهر اللي كان معه بالعسكرية؟ لك منين طلعت وأنقذت أخي من الموت؟ الله يوفقك ويقويك طاهر. أنا ممنون إلك، ولك الله يسلم هالإيدين يا سبع. إحنا مديونين إلك بروحنا. إيه؟ أنا مراد، أنا فاتح أخوه كمان. الله يقويك. وأنا بكون مرت أخوك آسية. آسية طيب بكفي، آسية خلص بكفي، قلنا لك تعي لعندي، تعي تعي خلص. الله يرضاني عليك يا روحي، أنقذت لي حبيب قلبي طاهر. الفضل بيرجع لك بإنه ابني لساته عايش. وأكيد حضرتك نفس، إن شاء الله سلامته. ممنونتك، الله بعتك لتنقذه. لا، ما عملت شي أنا، بس لو تعرفي أنت شو عاملة برفيقي طاهر. ها؟ قبلك كان بس مجنون، هلأ ما ضل عنده عقل بالمرة. خير؟ شوفي خير دكتور، شو صار؟ يا ويلي يا ويلي، أكيد ابني صار له شيء. يا ويلي على هالمصيبة يا ربي. تفضل دكتور. ما بتركك. لو سمحت لي لك قولوا لنا شو عم يصير جوا. يا اختي انا مصطفى كاليلي. لك طاهر كاليلي بيكون اخي. قولي على قلبي عليك. انقذه واتركني. ما بتركك، واضح هالشي؟
ما بتركك ابنه. أنا ما ببكي. عم تفهم؟ أنت ما تستسلم إيه؟ ما تستسلم أبداً. بابا نزار. بابا أنت شو عملت؟ للأسف ما قدرت أعمل، ما زبطت معي، ما أخذت بيتار بنتي، بس أنت رح تاخدي. لا تقول يا بابا، أنت مو معي وأختي مو معي، ما بيطلع بإيدي شي. أنت مو محتاجة لوجود حدا جنبك نزار، أختك ضعيفة ولهيك ما قدرت تتحمل قرف البشر، قتلت حالها لتخلص من وجعها. انت قوية وراح تضلي، ورجيهم بن جميل داك دي فرانكي بتكون. اوعك تنسي تارك، لا تضعفي، عم تفهميني؟ لازم تمحي القليلي. كيف؟ طول ما أنا بالحبس بدك تستلمي شغل أبوكي. أنا؟ أي شغل بتقصد؟ شغل الرمل والسلاح كمان والمصاري وكل شيء. لا تقولها بابا، ما بفهم بهاي الشغلات بنو. بس فيدات بيك بيفهم، فيك تروحي لعنده. لوين جبتنا فيدات بيك؟ ما خصك. شو الأخبار؟ مثل ما خططت، جميل قوص طاهر بصدره وهو هلأ بالسجن. وطاهر؟ بغرفة العمليات ووضعه خطير. الله يلعن هالحكي، ما بده يفطس هاد؟ شو هالعناد؟ الواطي شافه اليوم، اتأكد من قصة البنت ورح يقول لنفس. شو شاف وشو رح يحكي لنفس؟ جيلان. مين جيلان؟ اختلى براك؟ جيلان مو اختلى براك، مو اختها. جيلان بتكون بنتي. كيف يعني؟ بظن اجاني بنت مو ايشن؟ فيدات شو عم بتقول؟ بنتك انت مو توفيت؟ ما توفيت، أنا اللي قلت هيك. بأول اختبار عملناه ما كنا متأكدين، بس بهذا الاختبار ما ضل شك في ذات بيك. حسب فحص الأمواج الصوتية ما في أي ردة فعل أبداً على أي نوع كان من أنواع الصوت. ممكن تشرح لي أكتر دكتور؟ ما فهمت عليك. بنت حضرتك ما بتسمع مثل ما توقعت، بسبب حرمانها من الأكسجين لفترة طويلة البنت فقدت حاسة السمع.
معلم انت منيح. بنوب ما بتسمع. بنتي يا نجيب ما بتسمع. إذا نفس عرفت هالشي رح تلومني إلي ورح تقلي لأنك عاقبتني ولدتها قبل موعد ولادتها والحق معها. أمك هلا يعني نفس بتكون كتير مبسوطة لأن مفكرتك بالجنة لهيك مبسوطة لأنه الجنة كتير حلوة. بس إذا عرفت إنه بنت ما بتسمع هي وقتها رح تكون مقهورة كتير وكل ما تشوفك أكيد هي بدها تحقد علي وتكرهني وهيك ما رح تحبني أبدا. نفس ما عاد رح تحبني بالعكس هي كتير رح تكرهني وقتها. طيب ليش خبيت عني؟ مو مهم هلأ إيشن. مو قلت إنه بتوثق فيني لشو عم بتكذب؟ إيشن كنت مفكرة إنه منوثق ببعض كتير وما منخبي شي بنوب. أنت مشان كون بسهل ثقتك طلبت مني إني أقتل مرجانة وهلأ بعد كل هالسنين بعرف منك إنك مخبي عني بنتك الطرشة وخبرتني لأنك اتجبرت. في مجال ما تفكري بحالك ولو لمرة واحدة بس؟ مين منا اللي عم بفكر بحاله؟ أنت بتفكري بحالك على طول. أنا مضغوط هاي الفترة وماني متحمل ما عم بعرف شو بدي ساوي. نقك هذا مو وقته هلأ بنوب. أنت بدك تساعدي أخوك بمصايبه ولا ما بدك تساعدي؟ طيب روح هلا اهدى يلا قلي احكيلي منشان نشوف شو فينا نعمل. لما اخذني طاهر على السفينه لحتى يقتلني شو صار؟ وقتا انجبرت اني احكي له عن جيلان لانه انا ما كان بدي موت. انا بعرف انه ما بيحكي لنفس قبل ما تصير البنت بايده وقلت ما بيلاقيها بس دور ولقاها هالواطي وهلا انا فدي من الموت كمان. أكيد أول ما يطلع من المستشفى رح يرجع يدور على جيلان فوراً وبيجوز حتى أنه يحكي لنفس كمان. أنا كنت رحت على المستشفى وحاولت أقتل هذا الكلب بس لو ما ثبتوا التهمة علي مصطفى رح يعطي الاعتراف يلي معه للمغفر وبنحبس مؤبد بجريمة قتل أخوه لنفس من غير شي متحت ملاحقني متهمني باللي صار مع مرجاني هالواطي. رح ياخدوا مني هلأ وصايته ليت حتى جيلان كمان رح ياخدوها. نفس وقتها ما عاد ترجع لي بنوب. لك أنا بعمري ما مرقت بهيك ضغوط مع بعضها يا إيشن. أول مرة بحس حالي عاجز لهالدرجة هي. أنتي بدك تعطيني لعبتك لألي مو هيك؟ وبتعرف لغة الإشارة حلو؟ يا حلوة انتي بتحبيني مظبوط وكتير كمان ما؟
المخلوق الوحيد اللي بيحبني من غير شروط هو جيلان. فهمتي هلأ ليش مستحيل اتخلى عنا إيشا؟ تعي تعي مستحيل نسمح لحدا يقرب منا أو ياخدها. بس كيف؟ أنا رح لاقي الحل مثل كل مرة. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.